وذكر حجاج إفريقيا أخبار الفتوحات فيها. في هذه السنة قام معاوية بن حديج أمير إفريقيا بتوجيه عدد من السرايا إلى مراكز الروم، ومنها سرية بقيادة عبد الله بن الزبير استولى فيها على قابس وبنزرت وسوسة، كما أرسل ابن حديج حملات بحرية للإغارة على جزيرة الصقلية بقيادة عبد الله بن قيس بن مخلد، فغزاها وعاد منها بغنائم وفيرات.